دولة الرئيس من خلال الرئاسة الجليلة. اليوم دولتك تطلب ثقة من 130 نائب. الثقة راح تأخذها، هذا معلوم، ولكن من أخ اطلب الثقة عند الله فقط. اليوم عندك وزير عدل، وعندك وزير خارجية، وعندك وزير داخلية، لكن وكل آتينا يوم القيامة فردا، والله أن كل جائع في المملكة الأردنية الهاشمية سيطالبك بحقه، والله كل مريض سيطالبك بحقه، والله لا تحسد على الموقف الذي أنت فيه. يوم القيامة مش بكرة، يمكن اليوم. وسيدنا النبي قال: لا يأتيني غدا أحدكم على ظهره بجمل له رغاء، لا يأتيني أحدكم غدا يوم القيامة على ظهره بشاة تيعر، فإنه من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي بما غل يوم القيامة. بالقدر الذي نحتاج فيه إلى شوارع بنية تحتية، نحن بحاجة إلى بناء الفكر، لأنه اليوم موظف الدولة محبط، لأن موظف الدولة اليوم مش جنعان. صارت اليوم إذا بدك تحرك هاي من هون لهون تدفع عليها رشوة. هذا يحتاج أن ندعم خطباء الجمعة. شبعنا غنانة ورقص وحبيتك يخرب بيتك، شبعنا منه، شبعنا منه. آن الأوان أن نخاطب فكر الناس وأن نصنع جيلا جديدا. آن الأوان لكل اللي قاعدين، أول واحد أبدأ بنفسي وكلكم خير مني، أن نتذكر قول الله عز وجل: ستكتب شهادتهم ويسألون. آن الأوان أن نتذكر: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة.